الدستورية تفصل في أمر استجواب السعدون والعنجري للمحمد غير دستوري، ومسؤولية محاوره تقع على الوزراء فرادى دون رئيسهم. محليا، قضت المحكمة الدستورية بإصدار قرار تفسيري لبعض المواد الدستورية المتعلقة باستجواب النائبين عبد الرحمن العنجري وأحمد السعدون المقدم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حيث قررت المحكمة بشأن تفسير المواد أن الاستجواب المقرر تقديمه لرئيس الحكومة لابد وأن ينحصر نطاقه في حدود اختصاص الرئيس عن السياسة العامة للدولة دون أن يتعدى إلى استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارة بعينها أو أي عمل لوزير في وزارته. كما أكدت المحكمة بشأن تفسيرها المواد أن المسؤولية السياسية لدى مجلس الأمة إنما تقع على الوزراء فرادى، وأن استعمال النائب لحقه في استجواب رئيس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها قائمة ومستمرة. وتعليقا على حكم المحكمة الدستورية، قال النائب سلم البراك أن الاستجوابات هي من صميم العمل البرلماني، وأن حكم الدستورية غير ملزم باعتباره يفسر مواد الدستور، مشيرا إلى أنه قد سبق للمحكمة الدستورية أن أكدت أن المساءلة السياسية من أعمال البرلمان، لكن البعض يريد أن يفسر الأحكام الدستورية حسب مصالحه وأهوائه. منعت نفسها المحكمة الدستورية أن تنظر بصحيفة الاستجواب أو محاور الاستجواب، لأنه عمل من أعمال البرلمان. لذلك يحاول البعض أن يكيف أحكام المحكمة الدستورية بمزاجه، هذا أمر راجع له كيفهم، لكن نحن نتكلم عن مسار دستوري وأمور مرتبطة ارتباط مباشر بأعمال البرلمان كسلطته وفقا للدستور، سلطة تشريعية وسلطة رقابية. فلذلك نحن نعتقد أن اليوم الأمور ليست مرتبطة فقط باستجواب واحد بقضايا محددة، اليوم الأمور أكبر أيضا من ذلك.